انتقل بيكم لمكالمة تانية الحقيقة أنا سعيد بيها جدا جدا، سعيد بيها لأنها مع أستاذ من الأساتذة اللي بننتظر إن إحنا نشوف طلته في أي مسلسل. على الهاتف الأستاذ الكبير الفنان عبد العزيز مخيون. مساء الخير يا أستاذنا. أهلا وسهلا، مساء النور، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب وغالي عندنا دائما وتمتعنا بشكل دائم بإذن الله. وإنت بالصحة والسلامة وبارك الله فيك. دور حضرتك في المعلم، المعلم هو أيضا جزء من الدراما الشعبية، مصر كلها بتحب هذه الدراما. دورك أيوة. دورك في هذا المسلسل أخبره أنا إيه؟ شخصيتك. أيوة أنا عايز حضرتك تعرف أيوة طبعا، ما أنا لازم يعني هاخد نتشة كده صغيرة يعني نقول في حدود المسموح به. طبعا هي شخصية رجل طيب، وهو كان معلم في السوق بتاع السمك، وبعدين اتعرض لغدر، فعملية غدر تمام على أثرها قضى فترة طويلة جدا في السجن. وبعدين خرج من السجن لقى ابنه من رافقه في السيارة اللي بتنقل السمك، بقى معلم يعني في السوق، ورث مكان أبوه تمام، لكن هو اتحول وبقى شخصية تانية خالص. بنشوفه بقى راجل يعني مجذوب وبيختفي ويظهر ويختفي ويظهر. يعني انت تقدر نقدر نقول ان انت ستكون جزء من صوت الضمير في هذا المسلسل؟ تقريبا هو كده بالظبط. يعني انا يعني انا استشفيت هذا الامر، ومفيش احسن من حضرتك خاصة مع التعبيرات بتاعة وجهك. أستاذنا العزيز عبد العزيز مخيون الفنان الكبير، بشكرك شكرا جزيلا، نتفرج عليك بإذن الله في رمضان.